هل يجوز النوم على جنابه؟ نعم يجوز إذا توضأت، لأن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال النبي نعم إذا توضأ. هل يجوز الخروج على جنابه؟ فيه كراهة. هل يجوز قراءة القرآن على جنابه؟ في قولين العلماء، القول الأول وهو قول الجمهور المذاهب الأربعة على المنع، القول الثاني يجوز، وهذا مذهب الظاهرية وقول بعض السلف واختاره البخاري والطبري وابن المنذر والشوكاني. هل الاستحمام من الجنابه يغني عن الوضوء؟ نعم إذا سبقت النية. وقال ابن عمر وأي شيء أعم من الوضوء إلا الغسل، وقد ثبت أن النبي كان يصلي فلما انتهى من الصلاة وجد رجلا لم يصلي فسأله لما لم تصلي؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابه، فأمر النبي بدنو ماء فأحضر، فأمره أن يفرغه على نفسه ولم يأمره بالوضوء. أصبح وهو جنب، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، لقول عائشة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هل يجوز الاغتسال من الجنابه بدون الشعر؟ لا، الاغتسال باطل، وواجب أن أنت تغسل الشعر. للمرأة في اغتسال من الجنابه لا يلزم فك ظفائرها، أما الاغتسال من الحيض وجب فك الظفائر. امرأة حاضت وأصبحت جنبا هل عليها غسل؟ لا، لأنه ما زالت حائضة. ما هو حكم المضمضة عند الاغتسال من الجنابه؟ المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل من الجنابه هو مستحب وليس بواجب. هل يختلف غسل الجنابه بين المرأة والرجل؟ لا، الأمر واحد. عند الاغتسال من الجنابه خرج ريح هل يلزم الإعادة؟ لا، إذا بدك تصلي لازم عليك الوضوء. امرأة بعد الاغتسال من الجنابه خرج منها ماء للرجل هل يلزم عليها إعادة الاغتسال؟ لا. هل يجوز الاغتسال من الجنابه في المسبح او البحر اذا سبقت النيه وغطست وطلعت؟ فنعم يجوز. سؤال 13، رجل عليه جنابه وتحمم للنظافه هل تسقط عنه الجنابه؟ لا، عليه الاعاده، لانه النبي قال انما الاعمال بالنيات. هل يجوز الجمع بين غسل الجنابه وغسل الجمعه؟ نعم يجوز، اما المذهب الظاهري يقول بغسلين، فهذا لا يثبت عن النبي ابدا. اذا اجتمعت موجبات للغسل يجزئ غسل واحد. المعاشره بدون انزال هل يجب فيه غسل الجنابة؟ إذا كان مساج خارجي بدون إنزال أو بدون إيلاج لا يجب عليه، وهذا الإجماع. أما إذا حدث إيلاج فوجب الغسل عند الجمهور. هل يجوز للمرأة طبخ الطعام وهي على جنابه؟ نعم يجوز، والأمر فيه سعة، والنبي قال المسلم طاهر لا ينجس. كيفية الاغتسال من الجنابة؟ أولا النية، إذا وصلت المي لكل الجسم يجزئ. أما إذا كنت تسأل عن السنة، غسل العضو واليدين والوضوء يعني بس بدون الرجلين، تبدأ بالقسم الأيمن من جسمك وبعدين الأيسر ثم تغسل الرجلين تبعك. هذا والله أعلم، سلام عليكم.